قيل وقت رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس بعد ما رحل في المرة الأولى عن ريال مدريد أنه ممكن يرجع مرة أخرى لريال مدريد، هل أنت كنت مع عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى لريال مدريد؟ إننا كان عندنا مثال يقول أن ليس يوجد مثل إسباني يقول أن لا يمكن أن يكون لك حظ في جميع الاتجاهات، ولكن كنت أعتقد أنه سوف ممكن أن يعود، وكنت أمل هذا، وكان سيكون بإفادة كبيرة للفريق وكان الفريق سيفيده أيضا، ولكن للأسف لم يكن هناك حظ في المساعي التي قمنا بها حتى يعود، وبالتالي أحب أن أوضح أن لاعب في مثل كريستيانو هو لاعب مميز ويؤثر على اللعيبة في الفريق على المستوى الشخصي أو على المستوى الجماعي.